الـ Ray Factor Normalized اللي احنا هنقسم على الـ Maximum Value بتاع الـ Array صح؟ اسمه ايه تاني؟ جروب سايت
يعني مين اللي زي يعني مثلا بيموت ده بيطلع روت سايد ولا انت فاهم؟ روت سايد اليو انت فاير في نفس الفيلم بتاع انتنا الباتش اللي عمل فيك باتش اللي هو ده كان معظمكم كان في نفس الفيلم اللي انتنا ولا عمل عليه؟ بس عمل عليه كان روت سايد وهكذا. فده كده ما دام احنا عايزين ماكسيمم في اتجاه الانتنا او في اتجاه الاكس بتاع الاداي فبنسميه هو في الاند فاير. اول حاجه عايز ابقى الفيزيك سايتيشن بالاري فاكتور بتاع الانتنا. فحاجه زي كده دي جايبها ازاي؟ يبقى ده يدينا ده كان اسمه الاري فاكتور. يبقى الاري فاكتور يساوي كام؟ 2 كوزاين كي دي كوزاين سيتا بلس بيتا على 2 صح؟ شفت دي على 2 فوق ودي على 2 تحت واحد دي على 2 واحد ماينس دي على 2. طب هو ليه ده؟ انا لو شفت مش احنا قلنا بيبقى الفرق الار ده عن الار ده دي على 2 كوزين سيتا سنة مسافة بين الاليمنتس دي هو شفت دي على 2 والتاني ماينس دي على 2 خلاص؟ ده عايزه يبقى ماكسيموم ات ايه؟ عايزه ماكسيموم عن سي تساوي ايه؟ زيرو تسعين. هو عايز ماكسيموم عن سي تساوي ايه؟ زيرو. ماكسيموم ده يعني في جوه الكوزاين بايه؟ جوه الكوزاين بزيرو. معنى كده هو الكي دي كوزاين سيتا بلس بيتا على 2 يساوي زيرو او ايه؟ زيرو او باي او 2 باي وهكذا. ليه قلنا هي بتساوي زيرو او باي؟ عشان هو الكوزاين في الحاله دي او في دي انت دايما بتشوف الراديشن بدل بتشوف الماجنتيود فهو هيبقى ب 1 في حاله الزيرو او الماين هيبقى ماينس 1 في حاله الباي يعني ماجنتيود ب 1 2 باي هيبقى ب 1 برضه كل الحالات ديت هيبقى ب 1. طب مش انا بشوف لما بتبقى السيتا بزيرو ايوه يعني اللي جوه بكام؟ بقى السيتا بس مش اللي جوه جوه الكوساين ايوه ما هو اللي جوه الكوساين ده هيبقى ماكسيموم يعني انا السيتا يساوي زيرو يعني الكوساين زيرو انا عايز الكي دي كوزاين زيرو بلس بيتا على 2 ده كله يدينا
حاجه تخلي الري فاكتور ده ماكسيمم. الري فاكتور ده بيبقى ماكسيمم لو الجور كوزين بيه. وانا عايز ماكسمايز الري فاكتور. ما هو عايز ماكسيمم عند سيتا يساوي زيرو. لا ما هو في فرق يعني ماكسمايز الري فاكتور ولا ماكسمايز عند سيتا. عايز مين اللي بقى مين عايز ابقى ماكسمايز مين؟ عايز ماكسمايز الري فاكتور عند سيتا يساوي زيرو. عايز ماكسمايز الفيلد عند سيتا يساوي زيرو. طب مش المفروض ان انا اروح احط السيتا بزيرو واشوف هيبقى اوتو ماكسمايز امتى؟ ايوه ماشي هحط السيتا بزيرو اهو كي دي كوزاين سيتا كوزاين زيرو بلس بي على 2 ده بقى زيرو ده ماكسيموم امتى؟ لو كوزاين واحد او ماينس واحد فانت كوزاين واحد او ماينس واحد لو بزيرو او باي او زين باي او كده صح؟ سيتا يبقى زيرو ممكن ينفع كمان سيتا يبقى كذا ما عشان كده هستقسم يعني انا عشان الري فاكتور يبقى ماكسيموم هيبقى عندي الكلام ده لو كي دي كوزاين سيتا بلس بيتا على 2 يساوي 0 على باي على 2 باي وهكذا صح؟ عشان يبقى عندي دي ماكسيموم واحد بس ملوش كذا ماكسيموم يبقى لازم الكلام ده يتحقق فين؟ لازم يكون ده اقل من باي مهما حصل بالظبط يبقى لازم يبقى عند زيرو بس يبقى احنا عشان يبقى 1 ماكسيموم بس يبقى لازم الكي دي كوزاين سيتا بلس بيتا على 2 ما يساويش بقى زيرو او باي او 2 باي لا يساوي ايه؟ زيرو بس طيب الكلام ده عايز يساوي زيرو عند انهي سيتا؟ عند سيتا يساوي زيرو فلما اقعد بسيتا يساوي زيرو يطلع ايه؟ لو سيتا بزيرو كوزاين زيرو بكام؟ 1 يطلع ايه؟ يطلع ان البيتا بتساوي ايه؟ نيجاتيف كي دي يبقى ببساطه شديده تقول له ان انا هحط فرق الفيس ان الاليمنت اللي فوق بيلاج الاليمنت اللي تحت بفرق فيز ماينس كي دي ماينس كي دي يعني بيساوي ماينس ان باي على لندا نوت في دي اللي هي الديستنس اللي هي ايه؟ لندا نوت على 4 يطلع ان هو بيلاج فيس كام؟ 90 درجه ماينس باي على 2 يعني ماينس 90 درجه هنا بقى الريفاكتور يبقى كام؟ هو عايز الماكسيم عند سيتا يساوي زيرو بس قول لي مش عايز عند اي سيتا تانية يعني مش عند زيرو وحاجات تانية يبقى كده انا مش عايز الشرط ده يتحقق غير عند زيرو بس مش عند زيرو باي واتنين باي يعني مش فارقة بقى مين لا ما احنا فاكرين هنا بيتا ايه؟ بيتا فرق فيس بين ده وده يعني ده ايه؟ انا مش حابسكم انا كنت مفارق البلد ده. في شخص ما انت فعلا قافلين مراحل. زي ما كذا ماكسيم عند سيتا يساوي زيرو. ايوه ما هي اصلا عشان يبقى عند زيرو بس مفيش ماكسيم تانية هيبقى في قرار بيتا واحدة بس اللي هي ماكس سيتا. انا يا اما الماكسيم عند كذا سيتا منهم الزيرو يا اما عند الزيرو بس. فعند الزيرو بس يبقى لازم يساوي زيرو. Thank you.
عشان احنا بنقول ده ايزوتروبيك انتنا كده زمان. فايزوتروبيك انتنا بيبقى الاي ايلمنت ده سيتا واي ده واحد كونستانت لون سيتا واي. فرق الفيز ده بقى بين ايه وايه و 90 درجه ده او ماينس 90 يعني مين سابق مين؟ بيتا ده فرق الفيز بين ده وده فماينس 90 يعني ده متاخر ب 90 درجه عن ايه؟ عن ده. في مشكله كده؟ طب لو انا فاكر بقى هكتبه ازاي؟ هيبقى 2 كوزاين كي دي كي دي اللي هو ايه؟ بيباع على 2 صح؟ كي دي اللي احسبناه ده بيباع على 2 يبقى كي دي بيباع على 2 على 2 كمان بيباع على 4 كوزاين سيتا ماينس بيتا على 2 او بلس بيتا على 2 اللي هي ايه؟ ماينس بيباع على 4 مشكلة في المسألة؟ بس خلاص على جاب هنا سيتا يكوى زيرو صح؟ أنا عايز ماكسيمم سيتا يساوي زيرو، وبعد كده عايز بقى الري فاكتور، بعد ما حسبت خلاص الفيز شيفت بكام؟ الري فاكتور بقى هعوض الفيز شيفت ده هنا. بسيبه ده سيتا. عايز مسألة في المسألة رقم 2 بقى نركز فيها شوية بقى. أو بيتا دي خطأ. أنا عملت ديزاين للأرية. ديزاين للأرية يعني إيه؟ أنا حطيت له كارنت والإكس ماجنتيود وفيز. ما أنا كده خلاص الفيز بقى هو ده فرق الفيز بين التو كارنتس. لما بقى أغير السيت ده هل فرق الفيز هيتغير؟ بس هيبقى بس فانكشن في السيت. الفانكشن دي بقى لو عوضت بالسيتا يساوي زيرو هيدينا ماكسيمم. لو عوضت بالسيتا باي حاجه ثانيه ممكن يديها نول مينيمم او هاي سايد لوبس حاجه كده. مشكله؟ بيقول لي بقى في مساله رقم 2 انا عندي تو فيري شورت دايبول يعني انفينيتيزمال دايبولز اوف ايكوال لينثز ار ايكوديستانت فروم ذا اوريجين يعني على بعد متساوي من الاوريجن ولاين الونج الواي اكسس بس اورينتد بارلل تو زد اكسس يعني يعني هما بارلل للزد اكسس لكن السنتر بتاعه على بعد متساوي من الاوريجن و لايز الونج الواي اكسس فهو عاملين كده. في مشكلة كده يا جماعة؟ في مشكلة كده؟ ايه المسافة بقى ديت؟ دي طبعا دي على 2 دي على 2 بيقول لي ان الكرنت اللي في الدايبول الاولاني اللي هو هنا ده ليدز ذا كرنت ان الدايبول الثاني ب 90 درجه يعني ايه؟ يعني لو قلنا ان ده اي نود وده اي نود ده هيبقى ايه باور ايه؟ جي 90 ده اي باور جي زي. في مشكله كده؟ كده ده بيليد ده مين بيليد الثاني كده؟ اي الكارنت اللي عند الماينس دي على 2 عند ان او عند واي يساوي ماينس ده على 2 بيليد الكارنت اللي في الايمنت اللي عندي على 2 ب 90 درجه. عشان كده كلمه ليد ده خلى ان انا احط هنا ايه؟ ان ده 90 درجه. في مشكله؟
السبيسنج بتوين الدايبول از كوارتر اوف لينكس، يبقى معنى كده ان دي او المسافه بين الدايبول خليها لما على الارض. وخلي ده كمان بالمره بدل جي 90 درجه خليها برضه جي بيتا، وبرضه نقول البيتا هنا بكام؟ 90 درجه ونخليها رموز احسن. دي يا رضا ارقام؟ مسافه بين الدايبولز كوارتر اوف لينكس. يقول لك خلي الاي نود هو الماكسيموم فيلد او ماكسيموم ماجنتيود اوف فيلد الديستانت ار لاي من التو سورسز، يبقى الماكسيموم فيلد بتاع اي منهم ماكسيموم فيلد بتاع اي واحد من الاثنين على مسافه ار هو اي نود. يعني في حاجه في الفار فيلد بيبقى ماكسيمم فيلد. عايز اكسبريشن للاي سيتا كفانكشن في السيتا او في الفاي، والاي فاي برضه كفانكشن في سيتا او فاي، ان احنا نرسم الايه؟ نرسم الراديشن باترن بتاع الريدا. اول حاجه بقى ايه؟ هنساوي الدرب ده اول حاجه نعمل ايه؟ نجيب الاليمنت فاكتور. الاليمنت فاكتور بنجيبه ازاي؟ مش احنا عندنا الاي توتال تساوي الاي ال في الاري فاكتور، صح؟ يبقى احنا نجيب الاي ايلمنت. الاي ايلمنت هناك كان ايزوتروبيك فكان سهل. هنا الاي ايلمنت بتاع شورت دايبول او فيري شورت دايبول في تسمى دايبول بيساوي ايه؟ قال لك بقى الاي ايلمنت ببساطه شديده هو اي نود اللي هو الماكسيموم بتاعي ده في اي باور نيجاتيف جي كي ار على ار اللي هو الترم اللي بيعبر عن بروبيجيشن اند انفيشن اي ال بتاع ال بتاع ساين سيتا اتجاه ايه بقى؟ المشكله في كده؟ ناقص بقى نجيب الايه؟ الري فاكتور. الري فاكتور بقى نجيبه ازاي؟ قلنا ليه يرمي ده كانك حطيت الهيلمنت عند الاوريجن ومديله حاجه من غير اي فيش شيفت في الكرنت ولا في الشيفت في السبيس. ده بتاع الاليمنت لوحده، ده الري فاكتور هو اللي بياخد في حسابات كل ده. الري فاكتور ده بقى بيقول ايه؟ بيقول ان انا الاول شفت البتاع ده على الواي اكسس المسافه دي على 2 واديت لها في الشيفت 0. فالزيرو ده هيقدر خلاص كان اي باور جي زيرو هيقدر 1. طب والشيفت في الواي اكسس ده بيعمل ايه؟ بيعمل كوساين حاجه اي باور جي كي دي على 2، صح؟ يبقى اي باور جي كي دي على 2 المسافه دي كوساين الايه؟ ديزاين الزاويه ما بين حاجه وحاجه. ديزاين الزاويه بين ايه وايه بقى؟ ما بين اليونت اللي انا شفت فيه واليونت بتاع الواي والايه. قبل كده كان اللي هو كان في الزد اكسس ده كنا بنقول الزاويه بين الزد والار يبقى بتطلع كوزين سيتا. طب دلوقتي الزاويه بين الار وايه؟
والواي. فالزاويه بين الار والواي ديت هسميها اكسار. فبقى اي باور جي كي دي على 2 كوزين اكسار. الثانيه نص الثاني بقى الاليمنت الثاني شفته في ماينس دي على 2 واديته في الشيفت ايه؟ درجه. فبقى اي باور نيجاتيف جي كي دي على 2 كوزين ساين في اي باور جي بي اللي هو في الشيفت اللي هو تسعين درجه. هنا بقى يا جماعه قبل ما نكمل لازم نعمل ايه؟ معلش باشمهندس هناخد ايه برضه؟ تاني تشفيت تشفيت ظهر فين بالظبط؟ كوساين ايه؟ تشفيت ده ان انا بشفت على محور معين. فالزاويه بقى هتبقى بين الار والمحور المعين دي مش هتبقى سيتا. بين الار والمحور صح؟ الار والواي في الحاله دي. يعني هنا كانت بين الكي دي كوساين سيتا عشان كنت بشفت على السنتر. فكان المسافه دي هي الزاويه بين الار والزد فكان كوزين سي دلوقتي يبقى كوزين ابساي الزاويه بين الار والواي. كوزين ابساي دي بقى بكام؟ ادي انا محتاج اجيبها ازاي؟ بالظبط نقول ان الكوزين ابساي يساوي اي ار دوت اي واي يساوي ايه؟ ساين سيتا ساين فاي. حاجات دي لسه نبقى عارفينها. وهناخد عشان يبقى فيه سيمتري هناخد اي باور نيجاتيف جي بيتا على 2 عامل مشترك. يبقى الاري فاكتور هيساوي اي باور نيجاتيف جي بيتا على 2 بره. بعد كده نفتح قوس اي باور جي كي دي على 2 ساين سي ساين فور اي باور نيجاتيف جي بيتا على 2 بلس ترم ده باور نيجاتيف جي كي دي على 2 اول كلمه قوس ساين سي ايه؟ انا قلت لا تاخد اللي هو اللي بره ده تاخد نص الترم اللي جوه تاخد اي باور جي بتاع على 2 عشان يبقى عندك هنا اي باور جي بتاع على 2 وهنا اي باور جي بتاع على 2 تمام؟ واضح قصدي؟ اه هيطلع لك هنا برضه ساين سي ساين فاي في اي باور جي بتاع على 2 مره. بس لو دخلت ضربت ده في ده يدي لك واحد لو ضربت ده في ده يدي لك اي باور جي. مشكلة يا جماعة؟ ما هو ما ده يدينا ايه؟ 1 ده بقى يدينا ايه؟ انا عملت كده ليه عشان ده يدينا ايه على طول؟ ده يدينا كوسايتون. فده فالري فاكتور ده يساوي 2 في اي باور جي بيتا على 2 في كوزاين كوزاين ايه بقى؟ دي ساين سي كوزاين واي ناقص بيتا على كوزاين كي دي كوزاين كي سي ساين سي ساين سي ساين فاي ماينس بيتا على 2. في مشكلة كده؟ ما بص الكوزاين ده بيبقى اي باور جي حاجة بلس اي باور نيجاتيف جي حاجة. فدي اي باور جي حاجة ده فجي ده ماينس ده على 2. لا مش غير مايكس
بني توتال بيساوي ايه؟ توتال فيلد بقى ايه اللي ممكن طلعنا؟ 2 ميون اي باور نيجاتيف جي كي ار اي باور جي بيتا على 2 على ار ساين سيتا الري فاكتور اللي هو ايه؟ كوزاين كي دي ساين سيتا ساين فاي خلينا كده نحكي لك دي ساين سيتا في كوزاين اي دي ساين سيتا ساين فاي ماينس بيتا على 2 في اتجاه ايه؟ ايه سيتا؟ طيب بصوا بقى يا جماعه ركزوا بقى شويه كده الكلام ده كله في اتجاه ايه؟ ايه سي زمان لما كنا بنحط الدايبول على الواي اكسس كان بيطلع لي الفيلد في السيتا ولا في الفاي ولا في حاجه ثانيه كده جنرال حاجه جنرال ايه بساي ليه كنا ساعات بيبقى في السيتا وساعات بيبقى في اتجاه الفار صح؟ دلوقتي الدايبول في الزد اكسس بس عملت الاري في الواي اكسس طلع بولاريزيشن فين؟ في السيتا ملوش علاقه بالايه؟ بالاري صح؟ بمعنى كده لما يطلب منك بقى ترسم لي الاي فاي في البلينز الثلاثه ترسمها له ازاي؟ يعني هو طالب الاي سيتا عند 590 اللي هو عند الواي زد بلين وعند 50 الاكس زد بلين وعند السيتا 90 اللي هو